هاي جريد 2، مكملين مع بعض ماكملين فور برايمري 2. معاكم شيماء منير. يلا نكمل يونت 5. Let's start with the new words. Please listen to me carefully while I'm reading. Clock, clock. O'clock, o'clock. Half past, half past. School, school. Breakfast, breakfast. Lunch, lunch. Quarter past, quarter past. Quarter to, quarter to. Seal, seal. Sandwich, sandwich. Bread, bread. Homework, homework. Okay, let's move to another board. Okay, the sound of the clock. When we write a list in a sentence, we use commas. لما باجي اتكلم على لستة او بقول مثلا هو راح عمل كذا وكذا وكذا وكذا، في لست كلمات كتير قوي، بحط كوما 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 كوما. لكن لما انا بنهي الكلام وخلاص خلصت كل اللست، بحط and، بحط and. Okay, example: I have got a train, car, a bus, and a lorry. هنا ما قلتش بقى I have got train, car, bus. لا، عملت فصلت بين كل ال noun والتاني، حطيت comma زي ما احنا شايفين اهي، بس جيت الاخر خالص قبل a lorry حطيت and عشان عملت conjunction، عملت بيها ربط. Okay, join. She has got a doll, a ball, a bicycle, and a cat. هو عملت comma 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 وجيت في الآخر خالص عملت join بand. okay, it's very easy. الجرامر اللي معانا النهاردة بيتكلم على the present simple tense، زمن المضارع البسيط. طيب، وهو سهل جدا وبسيط جدا. في طب بتصرف ازاي؟ بتصرف مع الهي والشي والات، بنحط للverb يا اما s e s i e s، he she it، s e s i e s. طبعا وكل واحدة وليها استخدام. For example، هنا عندي علي drinks tea. طبعا أنا حطيت هنا مع drink s في الآخر علشان ده علي، he علي drinks tea. okay، drink هو أصل verb drink، حطيت له في نهايته s بقى drinks. okay، هدى plays football. play حطينا له s بقى plays عشان هدى دي she. يبقى احنا هنا بنحط مع الهي والشي والإت، وأي nouns singular بنحط للverb اما s e s i e s. okay، تمام. طيب، لو الفعل الجملة مفرد أو ضمير مفرد غايب مع زي احنا قلنا الهي والشي والإيت، فعلا احنا بنحط له في الهايت يا إما S E S I E S. طب أنا بحط الverb إمتى؟ S. احنا خدنا drinks وقلنا plays، احنا حطينا في نهايتهم S. أوكي، لأن already مش الverb مش بين يعني مش بينتهي بإي، فحطينا لي S. أوكي، طيب الفيربات بقى اللي هي بتنتهي بإما بCH SH O X S S لازم حط في نهايتها ES، زي wash يغسل بقى washes. okay، watch watches، wash washes، and etc. يبقى الفيرب ينتهي إما SH CH O X S S بنحط في نهاية الفيرب ES. ده برضو نقول مع الفيرب مع السبجكت اللي هي والشي والإت أو أي noun مفرد. اوكي، طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا دلوقتي احنا لو الفيرب عندنا بينتهي بواي بعمل ايه؟ بس اخد بالي ان دايما يكون الحرف اللي قبل الواي لازم يكون ساكن عشان اقدر اعمل ريموف للواي، زي تراي احاول. الار ده حرف ساكن فلازم نعمل ريموف للواي وحط اي اي اس تبقى tries. اوكي، ودي برضو بعض الامثله ليها. طب انا عندي فيرب زي play play، ما ينفعش نعمل remove للواي. ليه؟ عشان قبل الواي a which is vowel letter حرف متحرك، فما ينفعش هنعمل remove للواي، بتنزل زي ما هي play وبنحط في نهاية play بعد الواي بنحط s. اهي زي ما احنا شايفين play buy enjoy، كل اللي قبل الحروف اللي قبل الواي كل دي vowels، علشان كده انا ما عملتش remove للواي، انا نزلت الverb زي ما هو وحطيت في نهايته s. اوكي، طيب بنفي بإيه؟ بنفي إما بdon't or doesn't، بإما بنفي بdon't or doesn't برضو في question، إما بسأل بdo or does. طب تعال نشوف مع بعض examples. I speak English، I don't speak English، which means إن ال I بتاخد do، يبقى do بتيجي مع ال I وال we وال they وال you.
لكن does بتيجي مع الهي والشي والإت. وناخد بالنا does لو جت في سؤال أو في negative لازم الفيرب اللي بعد السبجكت ينزل في الانفينيتيف فورم في المصدر. ما ينفعش أقول does she plays, no does she play, لأن does بتاكل الأس. أوكي تمام. هنا عندي keywords أعرف منها إن الزمن ده في present simple tense. لما يجي لي always, often, usually, sometimes, every, never, rarely, seldom, كل الحاجات دي بعرف منها ده في present simple tense. ده النهاردة كان معدنا نهارد ماكملين for primary 2 unit 5. يا رب يكون قدرت توصل معنا بشكل مبسط وسهل ليكم جدا. اي حد عنده سؤال او استفسار يسيبه في الكومنت. ما تنسوش تعملوا اعجاب ولايك وشير وكومنت للفيديو. Thanks so much and see you soon. Bye.